هذا وأكد الدكتور عمر إبراهيم شريف نائب رئيس الأطباء في مستشفى الملك حمد خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن الهدف من أخذ اللقاح الجديد هو تحفيز الجسم لتكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا. الهدف من اللقاح تحفيز الجسم أنه يصدر أمراض أجسام مضادة ضد الفيروس، والخلايا المناعية يصير عندها ذاكرة أنها تقدر إذا ياها الفيروس بعدين يتعرف عليه ويذبحها. فالسالفة في الموضوع أن تعطون الفيروس نفسه الغشاء ماله في نفس البصمات مالت الفيروس، الجسم يتعرف عليها ويسوي نفس الأجسام المضادة اللي بيسويه حق لو فيروس كورونا صجي ياية. في أكثر من طريقة، في ناس ثانية يعطون فيروس حي يكون ضعيف بسيطة وموجود داخله نفس البصمة مالت الكورونا. احنا هذه اللقاح اللي عندنا لا، فيروس ميت، وهي فيروس ميت، فيروس شهرة الأطفال، الانفلونزا كلهم يعتبر فيروس ميت. فأجين الناس يقولون تعال دكتور بتاخذ هاي بصيدك الكورونا، يا جماعة عين بصيدك كورونا، فيروس ميت، اللقاح آمن جدا يا جماعة. وبالعكس انت لين رحت خدت اللقاح جسم بيسوي أجسام مضادة، انت هني بتصير مطعم وانت هني بصير عندك مناعة، باكر توقف الفيروس عندك، توقفة ما تنقل حق هلك، ما تخليه هني. هاي احنا بنسوي، نبي يصير مناعة في المجتمع كامل. شلون تسويها؟ يا ان المجتمع كله يصيد الفيروس، هاي الشيء ما نرتقي، واحنا دوينا كل هالجهود، الدولة بذلتها 6 اشهر عشان ما يصير هالشيء، او ان نطعم، والتطعيم هو اللي بيوقف الجائحة. صحيح. فواجبنا كلنا احنا، انا وانت 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 وكل واحد يقدر يشارك في هاي التجربة الانسانية. انت هني قاعد تشارك في شيء نبيل وبتوقف الفيروس في المستقبل. فاحنا ليش ما بيصيرك شيء؟ انت مستفيد والبلد مستفيد، واذا لا سمح الله اللقاح طلع ما يشتغل مثلا، ما ضريت انت، ما بيضرك والاغلب انه يشتغل، بصير عندك مناعه وانت هني فت وشارك. بعدين انا كنت جزء من الناس اللي وقفوا هالفيروس في البحرين.